وللمزيد من المتابعة ينضم إلي نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. ياسر أهلا بك. إذن ما هي الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلاف التعليق الجزئي لرحلات الطيران؟ نعم، بداية تحياتي لك أميمة ونهى، تحياتي لكما وللسادة المشاهدين. بالفعل كان منذ الأمس كانت الأدخنة قد اعتلت سماء مدينة نيويورك بل ولاية نيويورك بأكملها وولايات في شرق أخرى في شرق الولايات المتحدة الأمريكية مثل أوهايو وشرق مينيسوتا وستين مقاطعة من ويسكانسن وأيضا أجزاء من ميتشيغان وأيضا شرق فيرجينيا. بالنسبة للإجراءات كانت إجراءات تعليمية من يعني الصحة وأيضا إدارة نيويورك التي تحدث إريك آدم للمواطنين وحثهم على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى وأيضا إغلاق وأحكام النوافذ وعدم الخروج إلا بالضرورة القصوى وأيضا استخدام يعني غطاء الوجه إذا لزمت الضرورة. هذه الأدخنة والتي جاءت من أيضا شرق كندا نتيجة لاحتراق الغابات التي أيضا جاءت كثير من الأنباء الأمريكية عن أكثر من 414 حريقا قد شبوا في الغابات في كندا خاصة في مقاطعتي كيباك وأيضا نوفا سكوشا. كانت الغابات قد احترقت وأحرقت قرابة 6.5 ملايين فدان. هذه يعني الأدخنة التي تصاعدت من كندا وأثرت على هذه الولايات الكثيرة والتي أيضا كانت الرؤية شبه معدومة منذ الأمس وسوف تستمر يعني يستمر هذا التلوث في الهواء إلى الأحد القادم كما تقول هيئة الأرصاد. الجراثيم والأشياء الدقيقة الصادرة أو النابعة من هذا الدخان وصلت إلى 10 أضعاف المسموح به عالميا أو صحيا، هكذا قالت وزارة الصحة الأمريكية وأيضا حذرت من هم يعني بهم بعض أمراض الحساسية وخلاف ذلك أنهم يقوموا بالجلوس في المنازل وعدم الخروج هذا الأسبوع.